بتوجه ماشي. بالدعوة للسيد محافظ الغربية ومدير أمن الغربية والقيادات الغربية، كلهم يشرفوني ياخدوا عزا بنتهم، بنت الغربية. بتوجه بالدعوة برضو للسيد محافظ الدقهلية والسادة القيادات ومدير الأمن، اللي الناس ما سابوناش ولا دقيقة برضو، وكتر ألف خيرهم. احنا كنا ضيوف عندهم لمدة 8 أيام أو 9 أيام، كانوا شايلين على كفوف الراحة وما تأخرش عننا في أي حاجة. بتوجه بالدعوة لأي حد عايز يحضر، الدعوة مفتوحة يا جماعة، العزاء يوم الخميس إن شاء الله 7/7 بعد النطق بالحكم. شكرا إن يا شاء جماعة. الله بإذن الله. إن شاء الله. مشاهدي كان لايف قناة 24، احنا دلوقتي مع ميرة من امام قبرها بننقل مشاعر الحزن ممزوجة، مشاعر الفرحة ممزوجة بالحزن عقب قرار محكمة الجنايات منصور بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي تحديد جلسة 6/7 للنطق بالحكم، وكمان والدها قرر إقامة مراسم العزاء لها بدار المناسبات بمدينة المحلة الكبرى. ده عدد من القيادات التنفيذية والشعبية. حبيبي انت اللي بتحط لها الصبر، انت اللي بتحط لها الصبر. ايوه طيب حبيبي، بيجي يدعي لها، جينا له كذا مره هنا ما شاء الله بيدعي لها. ما شاء الله هو بيدعي لها، هو ما يعرفهاش كمان، سالناه وهو مش عاوز يطلع في الميديا وما يعرفهاش، لكن ربنا مسخره لها. سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. بيجي يقعد يقرا لها قران ويدعي